هل يجوز حب لاعب كافر حب دنيوي؟ الحب الدنيوي بابه مفتوح، كما يحب زوجته الكافرة إذا كانت يهودية أو نصرانية، أو يحب أباه الكافر أو أمه الكافرة أو ولده الكافر، أو يعني الحب الفطري بشكل عام هذا، أو يحب من يحسن إليه، أحسن يعني الناس تستعبد قلوبهم، فهذا كله حب ما في شيء. لكن الحب الديني لا يجوز إلا للمسلم، اللي هو الحب والبغض في الله تبارك وتعالى.